اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وبهالعين. تفضلي تفضلي. هاي نواه. ايه اهلين حبيبتي. ايه تفضلي تفضلي مولا. احكي جوز كلامك. نشوف. شبك شبك امسكي شو هي اللي جايبتي لي اياها صغيره وحلوه؟ ايه شو خايفه على ابو بدر؟ لكان يلي مثله متحملك كل هالايام ما بينخاف عليه يا مو. ايه اسمعي دادا. تفضلي يا خانو. يزيد فضلك. ليكي حبيبتي ما رح احكي عن الامانه وقصر اللسان لانه امزكي حكت لي عنك وانا كلام امزكي عندي طابه. الله يسلمك الله يحفظك يا خانو. من اصلك واصله يا خانو. حبيبتي اول باشتان النظافه والقطافه، انت عليكي شغل البيت كله الا المطبخ. لا تقربي لي على الطبخه دخيله، عندي جوز عسر ما بياكل الا من تحدياتي. امرك خانم امرك. وشغلك من الصبح حتى العصر وخميسيتك بتاخديها بوقتها وفوقها حبه مسك. يكتر خيرك. وخيرك يلا تقبريني فوتي على هالمطبخ دوينا القهوه من تحدياتك، القهوه والسكر جنب البابور. يلا روحي روحي. تكرمي. مزكي شبكي شبكي فرطتي فرطة فضحتينا. بضحك على جوزك العنصير. شو بدي الا بالناقص ما حدا من الحاره يدرى. ابو بدر بدي اياك بس تطلع لبرا تعمل رجال. شبكي يا قوزيه شو اعمل رجال؟ شو انا حرمه؟ لا اعوذ بالله ابن عمي محشوم شو هالحكي؟ بس بدي اياك بس تطلع لبرا يعني هيك تصير تصرخ علينا تنتتر تتطلب مشان هي البنت تبلش تحسب لك حساب من هلا. أنا حقا فوزية فيني اعمل هيك فلاك عمّا تيني صرّك هيك ونستطفر. اعمل شو ما بدك عمل لك عيط علينا لأنه بركي هلأ قهوتك معنا جاهزة بركي كسر الصفرة مالو حاضر من هلأ خليها تنتبه على حالة. أنا سابقتك استبينا استبينا. يلا حضر لي حالك. نوار ابن عمي وشافك هم حضرتي له القهوه وكسر السفره شو بده يعمل فيكي؟ يلا خانو تكي وبيحضر كل شيء. تكي تك ضروري هلا يفرجيكي وشه الثاني مشان اقوى استعزليني من اسندي حصير اجي ابكر من هيك. ماشي ماشي الله يسترنا الله يسترنا. شو هاد؟ وين كسر السفره؟ ابن عمي ابن عمي لا تخافي لا تخافي عم بحكي معه. تخبرني دخيلك ابن عمي دخيلك ما تواخذني مثل ما بتعرف منوره جديده حرام اختي سامحها. من على الكرسي. واذا كانت جديدة وما بتعرف طبعي انت ما بتعرفي طبعي واذا كنت حبلي ها انا ما عندي نسوان تعبان تهبل بشغله روحي عاونيها يلا. ايه مو على عيني ابن عمي. قوم من على الكرسي عم اقول لك قوم من على الكرسي. هذه تحكم تتواجعي ها روحي نلعي عاونيها بدي افطر وتروح وسبعه وتروح على شغلك. ايه ما شفت كله منك بسيطة. خف ابو بدر انا ما قلت لك كل هالقد ما قلتيني مشان تخاف مني فوزيتي روح انا لعبي خلتي عم لك عاونيه. ابو بدر تاني مره اذا بتقعد على الكرسي يا ويلك واذا بترفع ايدك هي علي كسر مشان تخاف فوزي ولك اذا خافت ولع برينا بتروح على دكانتك بتتكورك لهوه هونيك ما بتنعطى وش انت ما بتنعطى وش لك راح وانتي ايوه هاتي كاسة مي نقطع نفسي خريجي منوار انتي بتعرفي تطبخي؟ من فضل الله بعرف اطبخ كل شيء. يا عيني نفسي هافة على الحراق اصبعه بتعرفي تطبخيها؟ مو تكرم عينك احلى طبخة حراق هلا بعمل لك بس سيدي ابو بدر بيحب هلا اعمل له اكلة ثانية. لك لا تخافي علي سيدك ابو بدر شو ما حطيتي له بياكل يخزي العين بطنه مثل الجبانة ما بيرد ميت هيك حماتي معودته. يلا يلا سكري تجيب هاي القضية يوه مين بده يشوف يلا يلا لك ايه ايه تفضل يلا شرفوا يا شباب شرفوا شرفوا يلا يلا طفوا خليكم عند منكم هلا راجع لكم انا يلا تكي فوزية هذا هو التليفون هذول الشباب يركبونا التليفون هلا هذا بتحكي من هون بتقولي الو من هاي الارنه بيوم برد عليكي من هاي الارنه بقولي الو الو لا مو هلا بعدين بتقولي كيفك من هاي الارنه بقول لك الحمد لله من هاي الارنه دقيقه كيفك الحمد لله من هاي الارنه إيه؟ كيف الصحه من هاي الارنه بقول لك الحمد لله صحه منيحه بهاي الارنه كيف الصحه ما حدا عم يرد علي ولا هي اللي تلقي قلبك الهي إيه حتى يوصلونا يا إيه اسالهم ركبوا لي سعاد شي تليفون لا نحن اول شي بالحاره لسه بيت ابو عصام ما ركبوا تليفون خي خلي هالمكيوده تحرقس اكثر واكثر ساوي لهم شاي ساوي لهم شاي مو على عيني يلا روح روح اخ ويا على عيونه ويا على عيونه هذا اللي جايبه ليكون اخرس ما بيحكي
لك شو اخرس ما اخرس شو مضبور هو تلفون هاد تلفون يو لا تواخذنا تقبرني اللي بسمعك بيقول بتعرف بهالمصلحه هلا لا تسمع لسي بعدين نزار الله يرضى عليه علمني شلون بيشتغل عليه اول شيء بصير بتقول الو من هون بيقول لك الو من هون بتقول من هون شلونك بيقول لك هون الحمد لله يلعوا القلب شيتك حفظته لهالدرس حفظته سكر التليفون انا رايح انام تصبح على خير يلعوا قلبك انا الو الو رجع انا بدر العمى ضربه انا بدر مروان بابيري مين معي اهلين اهلين انا بجودك يا بدر بجودك اهلين وسهلين ابو جودك شلونك شلون الاولاد طمني شو اخباركم عاوز شي بدك شي امورنا منيحه كويسه انا بس حبيت اسمع صوتك بس اسمع صوتك برتاح الله يخلي لي ياك يا ابو جوزات الله معك اهلين اهلين يا بدر اهلين بدر الغالي ابو بدر بيك الله معك مع السلامه الله معك خبرني الله خلي التليفون صار شغال فوزيه الله يوفقك خليني اروح على السينما رجعنا لقصه السينما طيب بس خليني هالمره اروح واعطيني شويه مصاري الحقني لعطيك خرجيتك اليوم ما اخذتها لطيف يا وليد شو حلو هذا الفيلم ذهب بعدي يا الله شو حلوة هالفيفيان يا لطيف لك مثل النجمة عم تلاقي على الشاشة مثل النجمة ايه حلوة لك اليوم مو آخر حفلة بلا اعطينا الصورة تبعها اعطينا اللي وعدنا فيها ايه تكرم عينك بس شو بدك تعمل فيها ما بعرف شو شو بدي اعمل شعليه وشعله وشعله يلا يا شباب يلا خلصنا يلا اهلين اهلين شرفتوا ان شاء الله انبسطتوا اهلين اهلين يا فندي اهلين مع السلامه اهلين 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 وجع شو بدك السلام عليكم شو وقت ليش هيك عم تبكي؟ زعلت عليه هذا وطني والله مسكين قديش حلو الفيلم؟ كثير حلو الفيلم بس ما فهمت منه شيء ما مهم تفهم ما مهم المهم تعيش 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 السينما عيش السينما بغينا المره الجايه بس يجي فيلم لشاري شفله لهداك وبقول لي هداك ما بده يعني يا عيوني انت رايح على البيت؟ ايه معلوم رايح على البيت ليك امسك لي هيدي اللي بالك عليها انا رح غير ثيابي ووصلك معي على المسليتي على راسي يرجع لي بنصاص الليالي شو هاي؟ ويا على عيوني لله منو انتي؟ ابو بدر قولي قولي يا ساكن شوفي قولي شوفي شو في يا نمر البوادي؟ شفناك فوق وشفناك تحت قال حملوه عنزه منو هي؟ شو هي؟ مين؟ هي هي مين هي؟ مين هي؟ هي 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 اللي هون مين هي؟ مين هي؟ انا ما بعرف مين هي، انت بدك تقول لي مين هي؟ ما بعرف مالك ماشي ما بعرف انا بقول لحالي الرجال لا من ايده ولا من حديده وعم يرجع لي بنصاص الليالي، منو هي يا مروان؟ هي لك مين هي؟ شفت الصورة بجيبتك منو هي؟ ذكرت أنا امبارح أنا مو رحت على السينما إيه بلا شفت عشرة يا عيني يا عيني ويا ليلي والصف كمان فيها عصام كمل النعل بالزعرار ما تبي بالك وزية خليني فهمك أنا شوية إيه فهمني فهمني أنا ما اللي كنت طالع من السينما إيه 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 الله ياخذك وياخذه إلهي الله ياخذك وياخذه اسمع مروان كل مرة غطاها هلا بتروح لعند لهي الخانم وما في رجعة لهون ما في رجعة لهذا البيت سمعت فوزية نعم خليني نام شوية وبعدين بروح وين ما بدي ايه مو تكرم عينك ايه وحياتك رح خليك تنام نومة ما في من بعدها فيقة ايه يخرب ابو